سلام سلام. مرحبا طارق، كيفك؟ تمام، انت كيف؟ الحمد لله. اليوم بدنا نحكي عن مبدأ الضغط، القوة والمساحة والعلاقة بيناتهم، يلي هن pressure, force والاريا. سو كرمال هذا الشيء عنا محضرين قبل خشبتين، على خشبة في 9 مسامير وعلى الخشبة الثانية حاطين مسمار واحد، ومعنا كمان بالون معبينه مي. مزبوط. فهلا هذا البالون اذا حطيناه على الخشبتين رح نشوف شو بصير معنا. شو عليك انت تحاول؟ بدك انا اجرب؟ رح اجرب. انت تجرب. اول شيء رح انت عندك خبرة بالمي. اول شيء رح نحط البالون على 9 مسامير. ما صار شيء. وهلا رح نرجع نحط البالون على مسمار واحد. تحممت؟ تحممنا. بفضلك اليوم تحممنا. نعم. ينعم عليك. طيب. هلا ليش فقع هون وما فقع هون؟ الفرق بين التسع مسامير والمسمار انه بالتسع مسامير كان الوزن البالون موزع على التسعة. بينما بالحالة الثانية صار وزن البالون مركز على مسمار واحد. فاذا وقت ما كان البالون على مسمار واحد الاريا اللي هي المساحة كانت كتير صغيرة، فاذا الضغط البريشر صار كتير عالي عشان هيك فقع. وقت ما كان على التسع مسامير كانت الاريا مساحة كبيرة، يعني كانت 9 مرات أكبر. الضغط خف 9 مرات عشان هيك ما فقع. هلا خلينا نشوف على نفس المبدأ تجربة تكون على سكيل أكبر وحماسية أكتر وفيها شوية خطر عليك كمان. علي؟ عليك أنت. أنا خلص أخذت نصيب اليوم. أنا بكفي. يلا أمشي نشوفها. تجربة هلا يا طارق على تخت مسامير في أكتر من 800 مسمار على هيدي الخشبة، والبدو يصير أنه أنت رح تنام عليها. هلا مش رح خاف لانه انا وزني تقريبا 80 كيلو وهول 800 مسمار تقريبا، فوزني رح يتوزع على كل هالمساحه، فالضغط على جسمي رح يكون كثير قليل. صح. اوكي، شو قولك نشوف اذا هول مسامير حقيقيه، بس نثبت شوف قديش هن حادين. يلا. شو معك؟ تفاحه. اوكي، تفاحه حمراء. كيف بدي اشوف؟ ما تصيبني بس. لزقت. اوكي طيب خلينا نام عليها. لا اوكي، بس عمين معروف نولنا تحطوني. اول شيء المخدي. فيك تفيقني بعد شوي؟ على طارق انت مش حاسس بشيء تقريبا؟ صح؟ ولا شيء ابدا، مش حاسس. لان مثل ما قلت وزنك موزع على كل مسامير، الضغط عليك كتير خفيف. مزبوط. خلصت الاكسبيرمنت؟ لا لا ما فشيت خلقي. لحظه. هلا بدك تحط عوينات. اوكي، انا كمان رح احط عوينات ورح احط عليك حجره اعمار. نحن من قلة لبني. حطها بالعكس، بس تناولني هوديك قبل. شو احسن؟ الفلينات بردت. فلين حطهم هلا على الارض هون، بس كرمال المشاهدين لما نجوا الدنيا. هاك بنت وهذه فلينة من هون. حطها هون ويلا توكل على الله. حسك خايف يا طارق؟ لا والله مش خايف ابدا. طيب صراحة بدك صراحة اقول لك شيء؟ قل لي. عملها شو 25 مرة قبل هلا. هذه لبنه كتير كبيره، يعني وزنها بفتكر فوق العشرة كيلو. هلا 20 سنتي هيدي بتصور. شو بدنا نعمل؟ هلا بدنا نكسر هيدي الحجرة يا طارق على بطنك. يا سلام، حلو. تفضل يلا، مش لك خاف. بتعرف ليش ما بخاف؟ ليش؟ عندي فكرة بالفيزياء. انا بدلك تخاف، لان اذا ما صبت انا شو قلت لك؟ عندي ثقه بالفيزياء بس ما عندي ثقه فيك، فانتبه تصيبها ما تصيبهاش. ها يلا انا رح اجرب صيبها. يلا لحظه شوي.
والله ماشي حالك اليوم مركز منيح. صار لك شيء؟ لا احسن صراحه. صراحه ما حسيت بشيء. ما قدرت فش خلق اليوم لكن. طب ليش هلا ما بحس بشيء؟ ليش ما في وجع؟ ليش ما بتأذى؟ 100%، لان مثل ما شفتوا الحيال لحدا ليكسر حجره بحط طاقه كثير كبيره، بنفس الوقت هيدي الطاقه طارق ما حس فيها. سو ليش صار هيك؟ خبرنا يا طارق ليش انت ما حسيت بشيء. اوكي، المدقه وقت ما كانت عاليه نزلت عندك كاينتك انرجي كثير يلي هي طاقه متحركه. شو صار فيها وقت ما اجت على الحجر؟ كل هالطاقه راحت كصوت، كحراره شوي، هول صوت وحراره شوي، بس الطاقه معظمها راح لتفكك المولكيولز والاتومز تاعولات الحجر اللي هي مكونات الحجر. فعشان هيك بالاصل الطاقه ما وصلت على بطننا لحتى توجعنا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذه الحلقه ونحن بنرجع بنشوفكم قريبا بحلقه جديده.